هاي جهاز التابلتينج عندنا بيسمنا تابلت، هاي اسمها الهوبر، حطينا فيها الباودر، عملنا لها ميكس مع الجرانولز نخلطها. هاي بتعملنا بتنزل الباودر، هيها مكان هون عندنا الكبس، هاي مسميها بتعمل فيدينج، هاي التيوب الاصفر بعمل فيدينج لمكان الكبس عندنا. هلا لما نشغل الجهاز بتعبي الباودر في المكان اللي تحت، في عندنا لور بانش في عندنا ابر بانش، تنكبس الحبه في النص بين التو بانشز بتكون عندنا التابلت. هلا في عندنا طريقتين او ميكانيزم بيشتغل فيهم الجهاز، في مانيوال في اوتو. المانيوال انه بكبس كل حبه هيك، نضل كابسين عليه لحد ما يكبس كل حبه لحال، هاي بيعمل فيدينج وبكبس، هيها نضل كابسين. هاي المانيوال اذا بدنا يكبس الجهاز لحاله بشكل سريع بنحولها لاوتو، بنكبس بس ستارت.